مساء الخير، بجدد التحية ليكم مرة أخرى مشاهدينا، مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، من هنا من داخل مقر نادي الأهلي بالجزيرة. بيسعدنا ويشرفنا طبعا أن يكون معانا الأستاذ خالد مرسي مدير مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان نتعرف منه على آخر مستجدات التحضير للقاء القمة 120 داخل المقر الرئيسي، كيفية استقبال الأعضاء، ويمكن المباراة الأولى في الدوري القمة يعني بعد جائحة كورونا. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير عليكم، ومساء الخير على كل اعضاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي وعلى كل جماهير مصر، واهلا بقناه النادي. كنا عايزين نتعرف من حضرتك على يمكن هي مباراه استثنائيه ومهمه جدا، هي الاولى في الدوري ما بين الاهلي والزمالك داخل المقر الرئيسي للنادي الاهلي وهو نادي الاهلي بالجزيره، كيفيه الاستعداد واستقبال الاعضاء كمان. طيب مبدئيا احنا طبعا من بدايه جائحه كورونا واحنا عاملين كل الاجراءات الاحترازيه والوقائيه والضوابط اللي هي جايه لنا من البروتوكول وزاره الصحه ووزاره الشباب والرياضه، واحنا الحقيقه بتعليمات واضحه من مجلس الاداره بقياده الكابتن محمد الخطيب والاداره التنفيذيه بقياده السيد العميد محمد مرجان، ان احنا الحقيقه مركزين جدا في الموضوع ده، ومن اول ما بدانا نستقبل الاعضاء من 1/7 احنا حاطين ضوابط طبقا للبروتوكول. ممنوع حد يخش النادي غير من غير كمامه وغطاء الوجه، وفي تباعد طبعا وقياس الحراره وهو داخل، اي عضو او موظف او عامل في النادي او لاعب لازم يتقاس له حرارته وهو داخل، والتباعد اللي انتم شايفينه في النادي ان كل ترابيزه عليها حد اقصى 4 كراسي، وفي تباعد بين الترابيزه والثانيه لا يقل من متر ونص لمترين. فاحنا النهارده طبعا في انتظار اعضاء النادي ان يجوا ويساهموا معانا في هذه الاجراءات وتطبيقها، وكلنا ندعي ان الاهلي ان شاء الله ربنا يوفقه النهارده. بالنسبه لاحتياطات النهارده احنا بنفس الاحتياطات بس بتبقى بطريقه اقوى شويه، لان احنا متوقعين زياده الاعداد اللي هتيجي النهارده من الساده الاعضاء، وانا الحقيقه من الوقت ده وبقول لهم يا ريت يساعدونا ان احنا نعمل حساب التباعد ده، من يعني يساعدونا بس ان احنا نطبق عشان الامر يمشي على خير ان شاء الله. احنا مظبطين الشاشه الرئيسيه والكراسي قدامها زي ما حضراتكم شايفين جنبنا هنا بنفس التباعد اللي موجود والاجراءات الاحترازيه دي لازم مصممين عليها، وبس الاماكن متاحه للاعضاء ان شاء الله يجوا بالعدد اللي هم عايزينه، وفي اماكن تانية كتيره جدا، بس المهم ان يبقى الاماكن المفتوحه الاوبن اير بس. احنا ما فيش صالونات طبعا النهارده بتدخل فيها خالص، فالشاشات اللي هي تبقى في الجناين والاماكن المفتوحه بس، ونفس الاجراءات احنا ماشيين فيها، التباعد وقياس درجه الحراره هو داخل والماسك بتاع الوجه تمام. وفي تعليمات واضحه النهارده ان احنا نسهل كل الامور لاعضاء النادي وهم داخلين، ان هم يجوا يلاقي الاماكن متاحه، والمطاعم حقيقه على اتم استعداد لاستقبال الساده الاعضاء من دلوقتي لو عايزين يجوا. احنا زي ما انت شايف الناس ابتدت تيجي والاعضاء ابتدوا يترددوا على النادي، كل المنافذ فاتحه وعلى اتم استعداد لكل التسهيلات للاعضاء النهارده الحمد لله، بحيث ان احنا في الاخر كلنا نسعد ونتبسط في الاخر، والمهم الروح الرياضيه الماتش يخلص عليها، وطبعا في الاول وفي الاخر ان احنا ان شاء الله نفوز ان شاء الله. استاذ خالد كمان عايزه اسال حضرتك، يمكن مباراه القمه الاولى داخل المقر الرئيسي بالنادي الاهلي طبعا بالجزيره، يمكن الاعضاء بيبقوا متشوقين عوده مره اخرى، حضرتك متواجد منذ الصباح الباكر طبعا لاستقبال الاعضاء، عايزين نعرف هل كان في تعاون طبعا من قبل الاعضاء في تطبيق هذه الاجراءات اللي تم تطبيقها من اداره النادي؟ الحقيقه هو ده طبعا اول ماتش قمه، لكن احنا بقى لنا كام ماتش بنلعب في الدوري، الساده الاعضاء من تاريخ 1/7 الحمد لله كل التعاون الحقيقه متفاهمين متعاونين معانا جدا لاقصى درجه، ان احنا نطبق لسلامه الاعضاء نفسهم وسلامه كل الموظفين وسلامه عامه الشعب المصري كله. فهو النهارده الاعضاء الحقيقه بيبقوا حريصين اكتر مننا على نفسهم وعلى زمايلهم وعلى قرايبهم، فالنهارده زادت لان الاعداد المتوقعه زي ما بقول لحضرتك من بدري كده، واحنا لسه الساعه يعني ما جاتش 2 وجو حر جدا، لكن الاعضاء الحمد لله ابتدوا يتواجدوا لان هم متعودين يشوفوا الماتشات المهمه دي زي ماتش القمه يشوفوها في جوه النادي الاهلي الجزيره، لان ده النادي المقر الرئيسي والفرحه تعم لينا كلنا، واحنا الحقيقه موفرين اماكن كمان للركنه بره، يعني العمليه الحمد لله احنا مستعدين جدا، وهم ابتدوا زي ما حضراتكم شايفين ابتدوا يترددوا دلوقتي من بدري على النادي، فهي زي ما بقول لحضرتك هي مش الماتش الاولاني ولكن ماتش القمه، فمتوقع الاعداد اكتر، لكن الحمد لله التجارب في الماتشين 3 اللي فاتوا لا الحمد لله قمه التعاون من الاعضاء، وانا بشكرهم جدا جدا، بس بدعوهم النهارده يزودوا شويه ان هم يتعاونوا معانا عشان موضوع التباعد بس مش اكتر من كده، واحنا مجهزين الاماكن بنفس القصه والضوابط تبع البروتوكول اللي جاي لنا الحقيقه، ودي اللي احنا الحقيقه بنركز عليها، وكل الدعم ليهم ان شاء الله النهارده، وكل الدعوات لفريقنا النهارده الحمد لله ان هو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نفرح كلنا بعد الماتش ان شاء الله.
بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، نورت شاشة قناة الأهلي، وإن شاء الله اليوم يعني يمر بسلام إن شاء الله، وتكون مباراة إن شاء الله موفقة، وطبعا ينتصر النادي الأهلي. عودة إلى الاستوديو مرة أخرى، بشكركم شكرا جزيلا، ويمكن ده كان لقائنا مع الأستاذ خالد مرسي مدير مقر النادي الأهلي بالجزيرة، لنرصد يعني أهم التحضيرات وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المقر هنا لاستقبال الأعضاء. أول مباراة قمة في الدوري، يمكن ليست هي الأولى في الدوري، ولكن أول مباراة قمة كمان بين الأهلي والزمالك بعد توقف 5 أشهر منذ مارس، ويمكن استئناف الدوري حاجة مهمة جدا، والتحضيرات كمان داخل مقر النادي مهمة جدا. بشكركم جدا، مستمرين معاكم على مدار اليوم. عودة إلى الاستوديو مرة أخرى.